دكتور وجدي عبد المنعم مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، ومساء النور على جماعة السادة المشاهدين. منين بنحذر من الأتربة اللي موجودة في الجو، ومنين بننصح بالوجود في أماكن جيدة التهوية؟ جيدة التهوية منين بقى؟ ما هو اللي هيفتح شبابيك هيجي له تراب، فهنعمل إيه طيب؟ هو طبعا زي ما شهدت يمكن الجو النهارده بعض التقلبات وبعض انتشار الأتربة والرياح طبعا، وده بيأثر على الصحة وخاصة الجهاز التنفسي العلوي والسفلي. فطبعا بننصح المواطنين بالالتزام بالمنازل وعدم ترك المنازل إلا للضرورة القصوى. موضوع طبعا الأماكن الجيدة التهوية، نحن بنقول إن لو هو موجود في مكان يعني على الأقل بتكون الشبابيك بتكون ممكن موطدة من بعض الصوت أو ببعض القطع القماش المبللة بالماء اللي بتسمح بدخول الهواء ولكن لا تسمح بدخول الأتربة. دي فكرة كويسة. تمام، فده طبعا بيكون حماية للمنازل من دخول الأتربة وللأشخاص من التعرض للتيارات، سواء التيارات الباردة أو للتعرض للأتربة اللي ممكن تؤثر على الجهاز التنفسي العلوي، واللي بيتمثل طبعا في التهابات الجيوب الأنفية أو الجهاز التنفسي السفلي والمتوسط في الشعب الهوائية، وخاصة المواطنين اللي بيعانوا من الربو الشعبي أو السدة الرئوية، ودول اللي ممكن طبعا الأتربة دي تعمل تهيج للشعب الهوائية وتؤدي إلى زيادة الأزمات الربوية في مثل هذا الوقت، وخاصة سواء عند الكبار السن أو الأطفال أو اللي بيعانوا من أمراض مزمنة أخرى. بالتالي بيضاف إليها أيضا الجيوب الأنفية مش كده؟ ما أنا قلت الجهاز العلوي، الجهاز التنفسي العلوي المتمثل في الجيوب الأنفية. تمام. والسفلي المتمثل في الأمراض زي حساسية الصدر اللي هو الربو الشعبي والسدة الرئوية، لأن بتتفاقم الأزمات في الوقت ده طبعا نتيجة التعرض للمعيجات اللي ممكن تؤدي إلى تهيج الأغشية المخاطية للجيوب الأنفية أو للشعب الهوائية، وبتؤدي طبعا إلى انسدادها وتفاقم حدة الأزمات. طيب، إلى جانب طبعا النصائح اللي وجهها الدكتور حسام عبد الغفار، نصائح يجب على المواطنين الالتزام بيها، وإحنا برضو بننبه إن إحنا ما زلنا في فصل الشتاء وانتشار الفيروسات سواء فيروس كورونا أو الفيروسات الأخرى زي الإنفلونزا أو الفيروس المخلوي، فبالتالي الالتزام بالإجراءات الاحترازية مهم في هذه الفترة، مثل ارتداء الكمامة، غسيل الأيدي، غسيل الوجه، شرب الماء بطريقة جيدة. يعني الناس ما تقولش ده فصل شتاء وبنقلل من شرب الماء، لكن لا، شرب الماء بطريقة كافية للجسم ده من ضمن الحاجات اللي إحنا بننصح بيها في جميع الأوقات، إلى جانب طبعا غسل الأيدي وغسل الأسطح، لأن تراكم الأتربة على سواء الأيدي أو الأسطح ده ممكن طبعا عند التلامس مع الأسطح ثم تلامس العينين أو الأنف أو الفم ده ممكن طبعا يؤدي إلى تهيج في الأغشية المخاطية وزيادة حدة الناس اللي بيعانوا من التهاب في الجيوب الأنفية أو حساسية الصدر. طيب دكتور وجدي، يعني شكرا على هذه المعلومات القيمة في الجزء الطبي، لكن عايز أسألك في حاجة إدارية صغيرة، بما أن حضرتك مدير إدارة، يعني هذه النصائح الجيدة جدا واللي قبلها اللي كانت مصحوبة أو كانت مصاحبة لفكرة الفيروس التحور الجديد، فكرة أن الواحد ما ينزلش من بيته سواء كان طالب أو تلميذ صغير أو موظف أو احيانا بتقابل بان ده دلع وان ده شويه برد، وان انت وخصوصا انه احنا دلوقتي بقى لنا فتره الدكاتره بيعالجوا الاعراض، عنده كحه بيعالجوا الكحه، فانت عندك كحه شويه برد، بينما التوصيات المهمه لوزارتكم الكريمه بتقول ان ده ممكن يكون سبب عدوى لاعداد من الطلاب او التلامذه في المدارس مع عدم الاحتراز في السن الصغير وخطوره ارتداء الكمامات للاطفال يعني نوصل ازاي؟ هل مثلا تخاطب الوزاره مثلا الوزارات الاخرى بعدم التدقيق الزائد وطلب روشتة مكتوب فيها ان ده مثلا ضيق في التنفس بسبب كذا، ولا ايه تصور حضرتك؟ يمكن الكلام ده كان واضح في كلام الدكتور حسام عبد الغفار او الكلام اللي احنا قلناه، ان النزول اللي هو ملوش لازمه لا التزم بيه، انما طالما في مهمه يجب علي ان انا اديها زي طلبه نازله امتحانات او مدارس او مواطن نازل للعمل بتاعه او مواطنه نازله للعمل بتاعها او في ضروره للنزول الى الشارع،
لا، النزول بيكون مصحوب بالاجراءات الاحترازيه زي ارتداء الكمامه، ارتداء الملابس الثقيله للحمايه من نزلات البرد، اتخاذ كل الاجراءات الاحترازيه اللي بتحميني ان انا اروح اقضي المهمه بتاعتي وارجع الى منزلي بامان بدون ان انا اصاب سواء بعدوى نتيجه تجمعات او بتعرض لجو ممكن يكون محمل بالاتربه، وانا بعاني اصلا من حساسيه سواء في الجيوب الانفيه او في الشعب الهوائيه، فبالتالي ممكن اتعرض لنوبه من نوبات الحساسيه والازيز والازمات. فاحنا ما بنمنعش النزول، لكن بنقول النزول المهم يجب ان يؤدى بالطريقه الصحيحه خاصه للناس اللي بتعاني من امراض. بشكرك جدا يا فندم على هذا الايضاح اللي كان شديد الاهميه بالنسبه لنا، دكتور وجدي عبد المنعم مدير الاداره العامه للامراض الصدريه، شكرا جزيلا على وجودك معانا. ربنا يسلم الكل، وان شاء الله الفتره الصغيره دي تعدي على خير. اشوفكم بعد فاصل قصير.